والله الدوري السنة دي أنا مبسوط إن يعني في كذا فرقة بتنافس على المقدمة بتاعة الدوري، فدي حاجة أصلا حاجة صحية للدوري. حد يعني في نظام المشاهدات هتلاقي الناس مركزة أكتر. يعني أنا مبسوط لبيراميدز إن هي مكملة، إن هي بتاخد كل ماتش كأنه نهائي كاس، فدي حاجة صحية. يعني احنا مثلا احنا بنيجي ننزل ماتش بنبقى مركزين اللي احنا لازم نجيب، نبقى جنب نادي المصري، جنب نادي زد، جنب، يعني ده هيفرق معانا بعد كده لما يكون فرقة لسه في احلال وتجديد وتتفنش بشكل كويس، فده الموضوع ده هيفرق معانا كتير. يعني بيراميدز قادر ان هو يكمل بالشكل ده ويفوز بالدوري، ولا الاهلي والزمالك لما يرجعوا وخاصة بعد ما خلصوا افريقيا الامور ممكن تختلف ونشوف شكل تاني للفرق فوق؟ بص بصراحه الاهلي والزمالك ناديين كبار طبعا، ده ما حدش يختلف عليهم. انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي هيبقى المنافس العنيد لنادي بيراميدز الموسم ده، لان الزمالك برضو كان في احلال وتجديد في الفرقه. وانا من هنا برضو انا ببارك لهم على النادي الاهلي، ببارك له على الشامبيونز ليج الافريقي، وببارك للزمالك على الكونفدراليه. فلا لا لا، انا شايف المنافسه هتبقى منحصره بين نادي بيراميدز والنادي الاهلي. يعني ضغط الدوري وفكره اختيار الانديه اللي تشارك في افريقيا، ناس بتقول من الدور الاول، ناس بتقول لا من الدور الثاني، الطريقه دي ممكن تظلم فرق في نهايه الموسم، ممكن فريق يفنش ثاني او ثالث ويلاقي نفسه بعيد عن المشاركات الافريقيه. طبعا هي ظلمتنا من موسمين، لان اللوائح مش عارف هي بتنص على ايه، بس انا شايف ان الموضوع لازم يبقى متحدد من اول السيزون، اللي انا لازم يبقى فيه يوم 30/6 يبقى فيه الاول اربعه ايا كان اهلي زمالك موجودين في المربع. لا هو لازم يبقى فيه فير اكتر من كده يعني، والعداله في الدوري.